الأستاذ أحمد كان بيسأل إن هو يعني وثق في شخص يعني من المشايخ اللي عارفهم، وبيقول إنه حكاله قصص في حياته عشان أو أمور عشان ياخد رأيه فيها، وإنه هو يأتمن على هذا الكلام. فالحقيقة هو أذاع كل الحاجات دي، وبعدين بيقول أنا لقيت الموضوعات كلها الناس كلها عارفاها، فعايز مني رسالة إلى هذا الشيخ. طبعا من المعلوم إن الشخص اللي بيفتي يعني أمين فيما يقول من نقل العلم، وأمين فيما يستودع من أسرار السائلين، وهو سيسأل إذا حفظ الأمانة أو إذا ضيع الأمانة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن المستشار مؤتمن، يعني مؤتمن على ما استودعه ذلك الذي استشاره وطلب مشورته، بأنه يحفظ هذا السر وأنه يساعده إذا كان في نصيحة، إذا كان وقفة هيوقفها معاه أو ما شابه ذلك. الفتوى أمانة، وإن أنا أنصح الناس بناء على الكلام اللي بيحكوه برضو ده أمانة. وإحنا بعد هذه الرسالة اليسيرة لهذا الشيخ بنقول لحضرتك كمان يا أستاذ أحمد إنه في ده درس، إن إحنا نختار من نستفتيه، نسأل عنه، نشوف مشهود له بين الناس بالأمانة، لأن مش كل من درس العلوم الشرعية كان يعني على الجدة والصواب. إحنا في النهاية بشر أصناف كثيرة، هناك من درس عشان داخل هذا العمل لأي غرض، وهناك من درس العلوم الشرعية كرسالة بيقوم بيها، هو يؤدي نقل العلم وأمانة العلم، وبيكون نموذج طيب دل على ذلك. فأنا برضو أنا بستودع إنسان أسراري، فكان لابد أن أنا برضو أسأل عنه، مش مجرد أن أنا بشوف هيئة معينة فأنا على طول أروح أحكي أسراري هكذا يا أستاذ أحمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك فرجا في كل المشاكل اللي حضرتك بتعاني منها.